أهلا وسهلا فيكم بـ CBOMT بيروت ماراثون 2023. بهالخريطة رح تلاقوا كل شي بتحتاجوا تعرفوه عن مسار سباق الماراثون لمسافة 42.195 كيلومتر والمحطات الموجودة عليه. السنة هدفنا نكسر الرقم القياسي للسباق ونسجل وقت أفضل من 2:10:41 للرجال و2:28:38 للسيدات. خلينا نتعرف على المحطات. محطات المي رح تكون موجودة على نقطة الانطلاق والوصول وعند كل 2 كيلومتر ونص تقريباً على طريق السباق. انتبهوا انكم تشربوا مي كفاية خلال النهار. رح تكون محطات الجيتوريد على 12.5 كيلومتر، 16.8 كيلومتر، 22 كيلومتر، 27.5 كيلومتر، 36.5 كيلومتر، والفواكه موجودة على المسار كل 10 كيلومتر لتضلوا تشعروا بالانتعاش انتو عم تركضوا. الصليب الأحمر اللبناني، منظمي السباق والدراجين رح يكونوا موجودين على طول مسار السباق بحال احتجتوا للمساعدة. رح تتوزع الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية عند خط الانطلاق وخط الوصول وعلى طول مسار السباق لتقديم أي مساعدة. محطات التوقيت موجودة على الانطلاق والوصول ونقاط الالتفاف وعدد من النقاط الأخرى. الحكام رح يكونوا عم يراقبوا المتسابقين ويعيروا الوقت. انتبهوا منيح تركضوا المسافة كلها. دورات المي رح تتواجد عند نقطة الانطلاق والوصول وعند خيم الفريق الطبي ونقاط متعددة على المسار. اطلعوا على المناطق الصديقة للبيئة على طول مسار السباق مطرح ما لازم تتخلصوا من الأنين الفاضية. لحتى تضلوا بكامل نشاطكن وحيويتكن رح تشوفوا محطة ترفيه على طول مسار السباق. بينطلق سباق الماراثون من وجهة بيروت البحرية وبيتوجه يميناً صوب الزيتونة باي إلى كورنيش الواجهة البحرية والعودة إلى الزيتونة باي مروراً بجانب منتجع سان جورج وصولاً إلى مدينة الملاهي. بلف أقصى اليسار ليرجع ويمر أمام الجامعة الأمريكية ببيروت وصولاً لأوتيل فينيسيا. بيتوجه فوق النفق عكس السير ليوصل لتقاطع كاراغولا. بيتوجه يميناً باتجاه بنك عودة ثم يساراً مروراً ببلدية بيروت وصولاً إلى بيت الكتائب وبيتوجه يميناً نحو تقاطع بول. بياخد يسار إلى شارع الجميزة باتجاه مار مخايل وبعدها بيتوجه يميناً نحو كورنيش النهر وصولاً إلى جسر الفيات نحو جسر الواطي. يسار تحت الجسر ثم يميناً لنوصل لتقاطع أخشاب كرم. منلف يمين ومن بعدها يسار قرب مدرسة الأوروغواي الرسمية. بلف يمين باتجاه فرن الشباك مروراً بمركز المعارض بيال ليوصل حتى جامعة الحكمة. بلف أقصى اليسار وبيرجع لنوصل إلى سوق الأحد رجوعاً إلى تقاطع كورنيش النهر. بلف يمين فوق جسر برج حمود لحد تقاطع مانو. يسار باتجاه مطرانية الأرمن ثم يسار إلى الطريق البحرية. بيسلق الطريق البحرية وصولاً إلى ثكنة الدرك بالضيّة. بلف أقصى اليسار رجوعاً باتجاه الطريق البحرية وصولاً إلى جسر برج حمود باتجاه مار مخايل وصولاً لشركة كهرباء لبنان وشارع باستور حتى نهاية الطريق. بيتوجه يمين فوق الجسر صوب تقاطع بيت الكتائب وبيتوجه يسار باتجاه أسواق بيروت مروراً ببلدية بيروت حتى تقاطع بنك عودة وبيتجه يمين نحو خط الوصول عند واجهة بيروت البحرية.